السعودية تريد أن يعود اليمن إلى وصايتها أو أن يدمر. المؤتمر الدولي لنصرة الشعب اليمني افتتح أعماله في العاصمة البريطانية اليوم السبت وسط مشاركة واسعة من ممثلي أكثر من 20 دولة من سياسيين وإعلاميين ومفكرين وناشطين رفعوا صوتهم عاليا بوجه العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ 17 شهرا والذي تحاول السعودية من خلاله لعب دور شرطي المنطقة. بعض المضللين من حكوماتهم ومؤسساتهم، قلت لهم أنا أقول الحمد لله كلمة الحق، وأقول لماذا تدخل السعودية إلى اليمن ولماذا تصنع تحالفا وإن كان ضعيفا ووهميا ولكنها تدخل إلى اليمن وتقتل أهل اليمن. هذا العدوان المتواصل خلف آلاف الضحايا بين صفوف المدنيين اليمنيين من نساء وأطفال وسط صمت مريب من لدن العالمين الإسلامي والغربي. ويبدو أن هنالك عنصرين أساسيين جعلتا السياسيين والإعلاميين العرب والمسلمين أيضا يسكتون عن هذه الجريمة الكبرى. العامل الأول هو سيطرة الأجهزة الاستخبارية الصهيونية والأمريكية على مقدرات بلداننا، على مقدرات هذه البلدان العربية والإسلامية، واختراقها لمؤسسات الحكم ومؤسسات القرار في هذه البلدان. بعض الأحزاب البريطانية تسعى لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية عبر لغة الحوار وليس عبر هدير الطائرات التي تلقي حمامها على الأبرياء. Speaking on behalf of my party, the Scottish National Party, the main thing that we're doing is calling for an immediate halt to the sale of arms to Saudi Arabia. We believe the evidence is huge in this respect. It's a massive humanitarian crisis, and we have to be participants in bringing people round the table to ensure we find a peaceful solution to this terrible conflict. العدوان السعودي على اليمن ما كان له أن يتواصل طوال هذه المدة لولا هذا الصمت الدولي الذي يعتبر شريكا أساسيا في جرائم ذلك العدوان. في اليوم الأول لانعقاده ركز المتحدثون في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اليمني على الدور البريطاني في استمرار العدوان السعودي على الشعب اليمني، سواء عبر تزويد السعودية بالأسلحة أو من خلال صمتها عن سياساتها العدوانية في الداخل والخارج. ساهر عرايبي من هوتيل بولمان حيث يعقد المؤتمر الدولي لدعم الشعب اليمني في العاصمة البريطانية لندن.